يا رب يا حالٍ في كل مكان، أنت المهيمن وليك القوة والسلطان، ولا ترضى لحد من أولادك، ولا ترضى لحد من أولادك مطرح ما يروح في أي مكان، تسرع لنجاته ونجدته ويبقى في أمان. أصل الحكاية، أصل الحكاية للشاب ولا كل الشاب رفض وكان رفضه ما يتنجس ولا تغريه موايد الجسور، والشاب قصاد مؤامرات العدا وتخطيط الأشرار راح يرفع صلاته لربه وكان ليه النجاة من الأعداء. اسم الشاب في حكايتنا دانيال. ايوه يا احباب، تحكي الحكايه دانيال ورفاقه الثلاثه اللي رجعوا من السبت وعاشوا في قصر الملك، لكن كيف الشباب دول رفضوا انهم ياكلوا من وكل قصر الملك ولا يشربوا من خمر شخط. ايوه رفضوا اي اغراء وكان ايمانهم بربنا. اما دانيال فقد صمم في قلبه ان لا يتنجس بحصه الملك اليوميه من الطعام والخمر، ولذا طلب من أشفنز رئيس الخدام أن لا يقدم له طعاما يتنجس به، وجعل الله دانيال يحظى بعطف رئيس الخدام. وأزعج ما ناموا وجب
صحراء ومنجمين ورصد ليهم هدايا كتير وإن ما قدرتوا على التفسير راح في هدية رقاب الطير وخابوا الصحراء بصد حلمه وما قدروا ابدا على التفسير ما في على الارض يقدر حلم المالك وعلى التفسير ايوا طلبك دم ما يقدر وصعب نلاقوا له التفسير اله مش ساكن اراضينا هو وقام غضبان ودمه فايل ودانيال انه من الحكمة راح طوالي وقبضوا عليه طالوا الامر وتنفيذه والموت وحكمه وقع عليه يسأل حرسه ويستفسر لها أمر الملك دعنيف وراح بالأمر خبر وطلب دانيال وطلبه الملك ويحكي معه اديني مهلة جلالتك حلمك تفسير كان جيك لأصحابه عن كيف الملك راح يقتل كل الحكمة عشان ما قدروش على تفسير حلمه واللي منهم دانيال وأصحابه وراح قال لهم إنهم يطلبوا من إله السماوات الرحمة وإن ما يطلهمش حكم الموت ده عبد وآمن راح يكشف لي مبارك ربي وإلهي مبارك إله السماوات ليه الحكمة والقدرة هو عيغير الأوقات ويحكي دانيال للملك حلمك ما فسر فيه إله في السماء يعلن خاف يا حلمك ويفسر دانيال بقدرة ربه فسر حلم الملك
كشف الأسرار إلهك ورب الملوك كمان، والخير على دانيال يورد والمالك عطايا كتير. دانيال ريس على بابل والحكم اللي عددهم العمر كبر، وداريوس جه ملك جديد، عين الملك وزراء ودانيال عليهم اتفوق، وراح الملك يعلي ويرفع في منصب دانيال، وده غاز الوزراء اللي معاه وراحوا يدبروا وقيعه. طب كيف نوقعوا دانيال ونمسكوا عليه تهمه غير تيجي وقعه دانيال من ناحيه شريعه ربه؟ راح يترامي في جب اللسور، وراح الملك ويوقع وكان بالخدمة ماخده، وكلامهم راح وينفذ أمر الملك الماخده، وراح دانيال يصلي لما علم متآمرين دول متربصين لدانيال لحد ما عرفوا كيف هو في بيته يرفع صلاته لإلهه. قام راحوا طوالي حكوا للملك وقالوا ليه إنك وقعت على مرسوم بإن اللي يرفع صلاته لإله غيرك يترمي في جب اللسود، وها دانيال خالف أمرك وكلامك وراح يصلي لإلهه 3 مرات في اليوم. أمر الملك ما يتغير ودي نصوص الشريعة، وأمر الملك وكان أمره يجيب دانيال قدامه، وطوال الحكم يتنفس وترامى في جوب اللسود. كلامه ليه إلهك اللي هتعبده هيقدر ينجيك،
طوالي جابوا حجر وعلى الجب وراحوا سدوه وراحوا بالختم وختموا الجب وراحوا يأمنوه. وبات الملك في قصره والنوم مخاصم جفونه، عايف الأكل وشرابه وقعاده ويا حريمه. والملك من الفجرية يرمح على الجب وبصوت حزين ينادي على دانيال ويزعق: يا دانيال يا عبد الله الحي، إلهك اللي عتعبده صح، صح يا دانيال قدر ينجيك من جب الأسود. ويزعق دانيال يا أحباب بعلو صوته: العمر الطويل ليك إلهي، شيع ملاكه أو سد أفواه الأسود. فاقترب من الحفرة ونادى بصوت عال حزين على دانيال: يا دانيال يا عبد الله الحي، هل استطاع إلهك الذي تخدمه وتعبده دائما أن ينقذك من الأسود؟ فأجاب دانيال الملك: أيها الملك، فلتعش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه فأغلق أفواه الأسود فلم تؤذني لأنه وجدني بريئاً، وحتى أنت أيها الملك تعلم بأني لم أعمل شيئاً سيئاً. أبداً ما قربت مني ولا وقعت الأذى بيا، عشان ما طلعت أنا باري قدام ربي وقدامك، وحال ما سمع الملك الفرحة ما كانت سيعة، وراح طوالي وقمر من الجب طلعه، أبدا تشوفه ما مسه أسد ولا قرب علي، واقف شديد وقوي كيف الأسد على رجلي، من يلي آمن بربه وتملي يكون آمن وياه، أبدا ما يجي علي هذا ولا سوء راح يقرب له، وأمر الملك وأمره يجيب الموتى أمير ويرموهم هم وعيالهم، وفي الحال كلتهم الأسود. ملحقوا المتآمرين هم وعيالهم ونسوينهم يوصلوا لآخر الجب، كانت كيف الأسود وكلاهم، لكن دانيال كانت كيف الأسود اللي راح حط راسه عليها ونام. تصدق دي يا أخوي؟ أيوة صدق، ما هطول ما أنت أمين مع إلهك كده زي دانيال، ما فيش ولا سوء راح يقرب منك. أيوة، لأنه تعلق بيه أنجيه أرفعه، لأنه عرف اسمي يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده من طول الأيام أشبعه وأريه خلاص. وكفاية لحد كده وتتمسوا بخير، ونتقابلوا العصرية الجاية وتصبحوا صباح العافية.